استاذ محمد، استاذ سعيد، دلوقتي خلونا ناخد على التليفون الاستاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا فندم، وتوقعاتك كده للتشكيل المنتخب المصري النهارده. صباح الفل يا هدير، برحب بيكي وبرحب بشاذلي وبكل ضيوف طبعا الكابتن محمد والسعيد. يا رب النهارده ربنا يكتبها ليله مصريه خالصه كده ان شاء الله، وتتوج مصر بهذه البطوله الصعبه اللي كان طعمها حلو، مع لعيبه كانت كلها روح، جهاز فني محترم، جمهور مكتف حوالين المنتخب، الاعلام المصري. ان شاء الله نتمناها بطوله مصريه. بالنسبه للتشكيل يعني مش هيبقى في تغييرات كتير، هو نفس التشكيل المعتاد، والراجل يعني هيعتمد بنسبه كبيره او هيعتمد يعني بصفه اساسيه على امام عاشور كبديل لعمر كمال عبد الواحد اللي عنده انذارين في الناحيه اليمين، لكن باقي التشكيل زي ما هو، عبد المنعم والونش وفتوح و ابو جبل طبعا في حراسه المرمى، وفي نص الملعب النني، حمدي فتحي، السوليه قدام، صلاح، مرموش، مصطفى محمد. هو مش هيلعب كتير في التشكيل، كان البعض بيقول ان محمد عبد المنعم يلعب ناحيه اليمين ويلعب بالونش وايمن اشرف في قلب الدفاع، لكن هو الراجل مش عايز يعني يعالج غلط بغلط يعني، او يعمل خلل في مكان هو منعم شايل فيه الدنيا شويه ومعاه الونش، فلو يبقى فيه لعب شويه في الحته اليمين بس فقط، ما يقدرش هو يجازف ويغير عشان خاطر هو برضه عارف هو رايح يلعب مين. السنغال بيمتلك يعني خط هجومي من اقوى الخطوط الهجوميه في القاره بقياده ماني، فهو عامل حساب ده كويس جدا، وكمان احنا برضه عندنا الامكانيات الهجوميه اللي بياخدها محمد صلاح برضه مهمه بالنسبه لنا. البعثه كلها فيها تفاؤل وروح، ان شاء الله المنتخب المصري يرجع بالكاس ان شاء الله. عظيم. الحاله النفسيه بقى اللاعبين عامله ايه؟ وعايز اعرف منك لو وصلنا للاشواط الاضافيه الوضع هيكون عامل ايه؟ والله هو الموضوع هيبقى صعب جدا، لازم الناس برضه تحط في الحسبان ان احنا لاعبين كده مباراه زياده عن المنتخب السنغالي. لما تيجي تبص للامور بعين فنيه بحته هتلاقي انه منتخب مصر لعب 3 مباريات، سواء في التوفار، سواء المغرب، والمباراه الاخيره اللي لعبناها قدام الكاميرون صاحب الارض والجمهور، لعبنا 3 اشواط، 3 اشواط اضافيه يعني 90 دقيقه، فدي مباراه اضافيه زياده. بجانب انه احنا السنغال لعب يوم الاربع، احنا كمصر لعبنا يوم الخميس، فبالنسبه لنا هم مريحين يوم زياده. بدنيا الموضوع مرهق جدا لدرجه ان كروش ما عملش اي تدريبات لمنتخب مصر، يعني اللعيبه كلها كانت بتعمل استشفاء فقط. اعتقد انه الامور بالنسبه لنا بدنيا مش هتكون افضل حال لو وصلنا للاشواط الاضافيه، خصوصا ان المنتخب السنغالي يعني احسن بالنسبه للمباريات اللي خاضها بدنيا، مرتاح بدنيا، مرتاح. المباراه اللي خاضها طريقهم يمكن في البطوله كان اسهل كتير من طريق المنتخب المصري. عايزك تطمني كمان عن الاصابات، الونش، وكنا شايفين 7 غرز تقريبا، السوليه، احمد حجازي، عدد من الاصابات. والله الونش يعني من احد ابطال المعركه زي ما بيقولوا الرياضيه اللي احنا خضناها. الونش راجل وهيلعب المباراه، احمد حجازي طبعا سافر المانيا لانه عنده مشكله كبيره في العضله الضامه، ربنا يشفيه. محمد الشناوي لا، قدامه وقت لما يرجع. من محمد الشناوي الناس كلها كانت بتقول هيرجع بسرعه، لا، لكن محمد الشناوي من 4 ل6 اسابيع مش هيرجع قبل كده علشان خاطر الموضوع ما يردش عليه تاني. اعتقد ان كل هذه الامور لن تؤثر يعني على اللعيبه، بدليل انه لما اتفاجئنا انه امام عاشور بينزل بيلعب، رمضان اللي ما بيلعبش بينزل بيلعب، مهند لاشين، فده امر مهم جدا، وكروش قدر يعمل خطه مميزه للمنتخب المصري، فده كان بالنسبه لنا مهم يعني. طيب سعيد وعفيفي بيقولوا انه ماني مش هينفع واحد بس هو اللي يمسكه. ماني ماله؟ بالنسبه لماني ماله؟ بقول لك ماني هل هيحتاج اكتر من لاعب ان هو يمسكه ولا يكفيه لاعب؟ الموضوع مش هيبقى بالطريقه دي، ماني بيلعب في ظهر صلاح، فانه ساديو ماني برضه يبقى ليه اكتر من حد يمسكه، نفس الحكايه هيبقى عندنا ان اكتر من حد يمسك صلاح، فالمعادله موزونه، خصوصا ان الاثنين بيلعبوا في ظهر بعض. فبالنسبه لنا احنا هنا ممكن يبقى في تامين وترحيل دفاعي بالنسبه لمنتخب مصر، ده لازم يبقى موجود يعني. ممكن نلاقي منعم ويضم على امام عاشور، نلاقي حد من نص الملعب حمدي فتحي والنني بيضم ناحيه امام عاشور، الناحيه اللي فيها شادو ماني، لكن في النهايه هو لاعب من ضمن 11 لعيب، ولكن برضه ليه مميزات خاصه. طبعا لاعب سريع كمان، تفرق. بالظبط، هتخليه تفرق عن الناس الاخرين يعني. عظيم. طيب يعني احنا كده مطمنين يا استاذ احمد؟
لا احنا مطمنين ومتفائلين واحنا كمان يعني احنا مسافرين دلوقتي رايحين الكاميرون ان شاء الله نرجع بالكاس، وكنت بتواصل مع البعثه الناس كلها مطمنه، وان شاء الله ان شاء الله الكاس المصريه هذه المره ان شاء الله. احمد، تابعت ماتش الاهلي امبارح وتاثيره النفسي ايه على اللعيبه والنتيجه؟ لا ماتش الاهلي كان مهم جدا على الاقل بالنسبه للاعيبه الاهلي، لكن اللعيبه المصريين كمان كلهم فرحانين بالانجاز ده، خصوصا انه بيظهر لنا لعيبه جديده سواء اهلي سواء زمالك اي نادي بيظهر فيه لعيبه، فبالنسبه لنا ده مردوده بالتبعيه بيبقى ايجابي على المنتخب المصري. اعتقد ان ده تطور بيفيد الكره المصريه، لا بيفيد الاهلي بس ولا بيفيد الزمالك بس، بيفيد جميع الانديه ومن ثم بيفيد المنتخبات المصريه كلها. طيب ملك التوقعات بقى بالنسبه للتشكيل وبالنسبه للنتائج، قلت لنا التشكيل ان شاء الله متفائل يعني نكسب 2-1 لكن التشكيل زي ما قلت انه امام عاشور ناحيه اليمين، فتوح ناحيه الشمال، مع عبد المنعم والونش وابو جبل حارس مرمى طبعا، في نص الملعب فتحي النني السليه، محمد صلاح مرموش قدام مصطفى محمد. لكن 2-1 بتقول الايه؟ النتيجه 2-1. 2-1 ده ان شاء الله. دي من الكنترول؟ من الكنترول يا ابو سهل يا رب يا كريم يا رب ان شاء الله. نتمنى طبعا ان فوز لمنتخبنا الوطني النهارده تكون ليله كرويه مصريه ان شاء الله، يعني وفرحه كبيره باذن الله. استاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا.